الله فيكم. يقول: هناك من يقول لمخاصمه ومحاوره صل على رسول الله، وقصده قطع كلامه وحجته، فما حكم ذلك؟ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يؤتى بها دائما وأبدا، ولا يؤتى بها في مثل هذا الكلام في هذا المقام، لأن يعني المحاجة يأتي الإنسان بهذا، لكن صلي على النبي معناه أنه يصلي على النبي يقطع الكلام. يعني الإنسان يعني عند المحاجة يبين يعني ما عندهم من الأدلة، وأما كونه يأتي بهذه الكلمة في هذا المقام يعني هذا لا وجه له. الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر غيره أو يرشد غيره إلى الصلاة عليه في أي وقت وفي كل حين.